كنت باخد نبطشيه، ما كانش في دماغي حته لا سهر ولا نبطشيات، خلاص انا خدت القصه وتزوجنا وخلاص. حصلت ظروف بعد الزواج، حسيت ان زوجي محتاجني، ان انا ما اقدرش اخد نبطشيات وسهر، ما ينفعش، صعب عليه وعلي. كناش جبنا، ما كانش معانا اولاد ان هم يساعدوه يكونوا معاي، اي ظروف اي مكان. بدات ان انا اخدت اعفاء لسيده وكيل الوزاره السابق عباس، الدكتور عباس، خدت منه اعفاء من النبطشيات والسهر. حصلت ظروف ما في الشغل بتاعي، فبدات الاعفاء دي الدكتوره لميس لغتها، فبدانا ان احنا نلجا لكل الطرق الاداريه. للاسف كل الابواب الا باب ربنا سبحانه وتعالى كله اتقفل. برغم كده ان بعد مرور السنين من 2014 ل 2019 في وقت ظهور الكوفيد او الكورونا، احنا بدات مستشفى بلطيم فيها حجر. الحجر ده بدا عندنا في 1/4/2020. برغم كده انا جيت لزوجي، محدش فرض عليا حاجه، جيت لزوجي وقلت له انا عاوزه اشترك، عاوزه اكون مع زمايلي. قال لي ده واجب وطني. انا من خلال الفيديو ده برضه عاوزه اقول حاجه، انا عاوزه مش كل زوجه كفيف تتعاقب، كل زوجه كفيف لها حقوق من الدوله، انت كده بتحرمه الكفيف من حقوقه. انا مش عشان الجا اخد حق تعاقبوني. قدرنا نحصل على اعفاء استثنائيه من وكيل وزاره قبل السابق اللي هو الدكتور عباس رحمه الله عليه، وبعدين زي اي ظروف بتحصل في العمل وزملاء بيبصوا لبعضهم وكلام من ده، اتلغت الاعفاء دي لانها كانت يعني حاجه استثنائيه. توجهنا بقى، طرقنا كل الابواب. وهنا انا عايز احيي واذكر بالخير واشكر الشكر الجزيل سياده المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، ذلكم القاضي والعالم الجليل والفقيه الدستوري، اللي اصدر الحكم هنا في محكمة القضاء الإداري بسخف كفر الشيخ، من قرار قديم قوي، أصدر الحكم وربطه بالدستور المصري بالمادة 18 والمادة 24 بتاعت حق المعاقين والمادة 18 بتاعت حق المرأة، فربط حكم بالدستور مش بالقانون. وإيه اللي هيضير الجهة الحكومية من إن نشجع واحدة عشان تتزوج من واحد كفيف؟ نشجع واحدة قررت إنها تغير ثقافة مجتمع، قررت إنها تتصدى لعادات وأفكار غلط، بدل ما نشجعها نحبطها بزيادة.